أنني فخور مجيد وأنحدر من قطاع التربية الوطنية بعنوان السنة المقبلة إن شاء الله بكم كإخوة كشرفاء. افتتاح العمل التشاركي العمل الاجتماعي المهني ابتداء من هذا اليوم تحضيرا للسنة الدراسية وللدخول المدرسي. سنعطي اليوم خارطة الطريق لشركائنا عن كيفية العمل وطرق العمل، وكذلك سنعطيهم كل القرارات وكل الإجراءات المتخذة والتدابير بشأن هذا الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله، وكذلك سننتظر منهم آرائهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم للاستئناس بها في هذا الدخول وفي السنة الدراسية وفي التسيير بشكل عام. كذلك هي فرصة لي وسانحة لي، ونحن نعيش وباء كورونا الذي هي جائحة على كل حال، فتاك سأهب بالشركاء لمرافقتنا ومساعدتنا على إجراء حملة واسعة لتلقيح موظفي قطاع التربية الوطنية لأجل ضمان دخول مدرسي وسنة دراسية آمنة إن شاء الله.